على هامش ما يحدث في قطاع غزة، هناك أزمة كبيرة. العالم الأوروبي ده عالم غريب جدا، يعني أحيانا تطالعون الصحف والأخبار وحقوق الإنسان وحرية الرأي والرأي الآخر، وإنه من كل حق إنسان إنه يعبر عن رأيه، وإنه الناس ممكن تقول اللي هي عايزاه، وبعدين على أرض الواقع لا تجد لكل هذا الكلام أبدا حقيقة. أزمة كبيرة نتابع، هقول لكم القصة الآن. أزمة كبيرة بتواجه طالبة فلسطينية بجامعة مانشستر، طبعا وطبعا دي جامعة مانشستر، دي جامعة كبيرة جدا في بريطانيا، والطالبة اسمها دانا أبو أمر. ودانا الحقيقة قالت تصريحات إعلامية وقالت إيه، أن السلطات البريطانية ألغت تأشيرتها وبتسعى إلى طردها من البلاد. إيه السبب؟ عايزين يطردوا دانا ليه؟ بسبب مشاركتها في مسيرات لدعم فلسطين. يعني هي طالبة وبتشارك في مسيرات موجودة بتدعم فيها أكيد بلدها، زي ما الجميع عامل مسيرات هنا وهناك. كمان قالت بأن هي طبعا يعني بيحاولوا يلغوا التأشيرة بتاعتها، وأن هي يعني تخرج أكيد من بريطانيا، وخاصة أنه دانا بتترأس جمعية خاصة طبعا بدعم فلسطين. خليني أروح لدانا وأعرف منها ما يحدث لها في مانشستر وأيضا في بريطانيا. مساء الخير يا دانا. أهلا فيك يا شفي، كيف الحال؟ الحمد لله. قولي لي إيه الموضوع، أنت طالبة في جامعة مانشستر؟ نعم، أنا طالبة حقوق ورئيسة جمعية الطلبة الفلسطينيين في جامعة مانشستر في بريطانيا. طيب إيه اللي حصل؟ هل هي كانت مسيرات متفق عليها مأخوذة الإذن؟ لأن أنا عارفة طبعا أنه في بريطانيا علشان يبقى في مسيرات أو في مظاهرات لازم بيكون في إذن. طيب أي حد بيقدر يطلع مظاهرة. اللي صار اللي هو أنه وزارة الداخلية البريطانية قررت إلغاء تأشيرتي بعد أن ألقيت خطابا مؤيدا لفلسطين، بعد أن أبديت سعادتي وفخري لكسر السياج المخافر لغزة. ادعت وزارة الداخلية أن خطابي يؤيد الإرهاب وأن وجودي هنا يشكل تهديدا على أمن الدولة، وهذا الادعاء لا يبث للصحة بصلة. أنا فتاة فلسطينية من أصول غزاوية أبلغ من العمر 19 عام، فقدت 15 فرد من عائلتي في غزة، والخطاب اللي ألقيته كان يدعو لتأييد القضية الفلسطينية ويدعم ممارسة الفلسطينيين لحقوقهم وفقا للقانون الدولي. اللي فعلته السلطات أبرزت انحياز حكومة بريطانيا الكامل لإسرائيل ومحاولتها تكميم أفواه كل من يتحدث علنا ضد جرائم الاحتلال، تدعي دول العالم الغربي أنها تدعم الديمقراطية وتحمي حرية التعبير كحق أساسي من حقوق الإنسان، ولكن ما هذه إلا كذبة. قصتي والقضية الفلسطينية عامة كشفت حقيقة أمر هذه الدول وازدواجية معاييرهم، إذ أنها لا تنطبق هذه المبادئ والحقوق على العرب والمسلمين وعلى الفلسطينيين خاصة. أكيد أنا شايفة في الصورة يا دانا، شايفاكي وأنت معاكي مايك، أنت كنت موجودة في المسيرة وكنت بتدعمي كأي حد ثائر يعني طبيعي في مسيرة، وأنت فلسطينية والأعلام الفلسطينية شايفاها موجودة في هذه المسيرة. هو يا ريت نسمع حاجة، هنسمع حاجة سريعا. أنا شايفة إن أنت كنت بتستعملي كمان لغات فيفا فيفا، دي لغة إسبانية، يعني كنت بتحاولي إنه الناس تبقى موجودة. يعني السبب بإن هم يعني، طب ما فيش حد في الجامعة بقى من الحقوقيين وأصحاب الحرية وحرية الرأي وحرية التعبير، أين كل هذه الأصوات؟ أنا الحمد لله لقيت كثير دعم من أساتذتي في الجامعة، من طلاب، ولكن الحكومة طبعا ما حد بيقدر عليها. هل وجهوا إليكي خطابا رسميا بإنهاء يعني إقامتك في بريطانيا؟ نعم، ألغوا إقامتي فعلا ببريطانيا بسبب المظاهرات اللي طلعتها وبسبب الخطاب اللي ألقيته، وحاولت السلطات أن تستهدفني وتجعل مني عبرة لباقي الطلبة ليكفوا عن دعم القضية والحديث عنها، ولكنها فشلت في ذلك فشلا ذريعا،
نرى الآن الآلاف من الطلبة في أمريكا وبريطانيا والكثير من الدول يعتصموا ضد جرائم الاحتلال في غزة، فالحركة الطلابية تنمو يوميا، مع أن هؤلاء الطلبة لديهم الكثير ليخسروا، إلا أن هذا لم يكفهم عن اتخاذ موقف ضد جرائم الاحتلال. أكيد. خطوتك القادمة إيه يا دانا؟ هتعملي إيه؟ أنا وكلت فريق من المحاميين لاستئناف قرار وزارة الداخلية للمحكمة، وإحنا الآن نقوم بإجراءات المرافعة. هاي القضية مش عم بتدافع بس عن حقوقي أنا كفرد فقط طبعاً، بل عن حقوق كل أحد في الغرب يعبر عن تأييده مع الفلسطينيين. أكيد. يعني هنتابع معاكي قضيتك، أنا أتمنى لك كل الخير. قضيتك هي قضية الصوت الحر في كل مكان. أشكرك شكرا جزيلا وأتمنى لك كل الخير. الطالبة الفلسطينية دانا أبو قمر، زي ما قلت لكم يعني في ازدواجية في كل المعايير، علشان بس الناس لما كانت بتقعد تتكلم عن حقوق الإنسان وما يحدث والحرية والصوت وعايزين يبقى عندنا حريتنا، شفتوا أمام شأن كبير، أمام كارثة تحدث في غزة، أمام يعني احتلال، أمام قتل، أمام أبرياء ومجرد مسيرات لا يتحملوها. يعني لا أحد يتحمل هذه المسيرات أبدا. القلق يعني موجود في مش بس في بريطانيا، موجود في أوروبا كلها من خلال الشباب والمسيرات والجامعات، موجود أكثر كمان في أمريكا، ويبدو أن الشعوب يعني ترفع صوتها للإنسانية، تطالب بالإنسانية، تطالب بوقف هذا الاحتلال الغاشم، ولكن يبدو أن يعني العيون والأذان لا تسمع من قبل الأنظمة. الأنظمة كلها محتاجة إلى صرخات أعلى وأعلى كي تسمع ما يحدث في قطاع غزة.